الوحيد اللي قدر يكسر لي هالوحدة هو أنت. ما بعرف، حسيت كأني بعرفك من زمان كتير. أنا متأكد أنكم أنتو يلي خطفتوني وقتلتوه لأبي. كل ثروة هالمرة من وراك ومن ورا عائلتك. أنت مالك مهتم أنك تدمر لحياتك، ولازم يعرفوا حقيقتها لأمهم. هي لازم تدمر مو تموت. انتقام الحب ابتداء من الاثنين، الواحدة KSA على NBC4.